كريب سوزات في وعاء يضع نص كوب دقيق، تضاف ملعقتين صغيرة سكر، رشة ملح، 1.5 كوب حليب، تضاف حبة بيض، ملعقة كبيرة زبدة مذابة، ويقلب. في إناء على النار يضع نص كوب سكر، تضاف 3 معالق كبيرة ماء، ويقلب. ثم تضاف 3 معالق كبيرة زبدة، ويترك المزيج على النار ليغلي. يضاف 2 كوب عصير برتقال، ويقلب. يضاف قشر حبة برتقال. يغرف العجين في مقلاة ساخنة ويفرد جيداً. تطهى الكريب من الجهتين. ثم تغمس قطع الكريب في صوص البرتقال. تطوى الكريب إلى أرباع وتوضع في طبق التقديم، ثم تقدم مع الكريمة الطازجة.